احنا اليوم في بصدد ندوة وطنية حول إعمال المواثيق الدولية أمام القضاء. البرنامج اللي ستقوده الجمعية الأمريكية لمحامي القضاة وبالشراكة مع نقابة محامي المغرب ووداديه موظفي وزارة العدل ونادي قضاة المغرب. المغزى من هذا أو الهدف من هذا البرنامج اللي سيدوم 3 سنوات هي محاولة جعل المحامين والقضاة وكتاب الضبط ينخرطون في دينامية تفعيل المواثيق الدولية في فضاء العدالة، بمعنى آخر أنه أصبح غير مقبول حاليا في المغرب بعد المصادقة على مجمل الاتفاقيات الدولية، وأيضا في ظل دستور 2011 اللي تيجعل من الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها والتي نشرت بالجريدة الرسمية تسمو على القوانين الوطنية لم يعد مقبولا نهائيا أن تظل هذه الاتفاقيات وراهن رفوف، وبالتالي يجب تفعيلها أمام القضاء. تفعيل المواثيق الدولية أيضا تيجي في سياق واحد الفكر دولي تقوده الأمم المتحدة، مفاده أن المواثيق الدولية ربما مستقبلا في القريب أو حتى في البعيد سوف تصبح هي القوانين المطبقة على مستوى المحاكم، بمعنى أمام هذا الخطر الذي يهدد القوانين الوطنية أصبح لزاما علينا أن نتلائم مع ثقافة المواثيق الدولية ما دام أنها سوف تحل محل القوانين الوطنية. هذا واحد الموضوع اشتغلنا فيه مع لبيا كوداديه لموظفي العدل ومع مجموعه من الشركاء المهنيين، هيئه المحامين، الهيئه ديال القضاة، لان اعمال مبادئ حقوق الانسان في المحاكم واحد المسؤوليه جماعيه بطبيعه الحال. خصنا نوعوا بعد بهذه المبادئ ونوعوا بالاشكالات اللي تتكون وتحول دون تطبيق سليم لهذه المبادئ. نتحدث عن مبدا الكرامه، عن مبدا الشرعيه. فنحن كموظفي هيئه كتاب الضبط كموظفين ديال المحاكم عندنا واحد الدور كبير في تنزيل هذه المبادئ. اولا على مستوى بنيه الاستقبال، تيجي المواطن خصو يلقى بنيه الاستقبال يعني في المستوى، خصو يلقى تواصل في المستوى، ايضا في الاجراءات، في صرف الاجراءات خص تكون اللغه واضحه، خص تكريم هذا الانسان، هذا المواطن هذا حينما يدخل الى المحكمه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.